سكر والتنافس خط سيره من قديم. كل من عنده سبوق الهاوقار الوصف أهواله والمنظر عديم. حولوا محوال عز وافتخار ملتقاها في التحدي مستدير. مخضوعة الإعلام والركض استدار صمدا ومجدها مجد عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، انطلاقة شوطنا 24 الخاص باللقاية القعدان. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نسير مع هذه الأسماء المميزة مشاهدين الكرام، نسير مع هذه الانطلاقة التي تحمل لنا هذه الاندفاعة الرائعة والجميلة من خلال تواجد هذه الشعارات الكبيرة في هذا الانطلاق المميز. نسير مباشرة مع صدارة الشوط مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة، صارم بشعار مطر بن محمد بن دحروي العامري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى من خلال تواجد أيضا صارم مع المركز الأول مع الصدارة، بينما الدخول اللي غير في هذه اللحظات إلى صدارة الشوط مشاهدين الكرام براق خادم بن عيسى بن سعيد بن ناصر المنصوري، من يقدم لنا شعاره اللي غير إلى الصدارة في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من شاهين محمد بن حمد بن محمد الغفراني المري، يقدم لنا أيضا انطلاقة وحضور شاهين مع المركز الثالث يغير إلى ثاني الأسماء، بينما المركز الرابع من يتواجد وينطلق في هذا الانطلاق وليف سعيد بن هلال بن سالم بن طراف المنصوري القادم في هذه اللحظات، ولكن أرى الدخول والقدوم مشاهدين الكرام من اللي قادم هنا في هذا الانطلاق السليماني علي بن أحمد بن علي بن واس الكتبي، يقدم لنا شعاره من خلال تواجد السليماني من غير بدوره من المركز الرابع إلى الثالث في هذه اللحظات، بينما شعار اليبهوني يتواجد من ميمنة الميدان مقدما لانطلاقة جزيل مطر بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري، من يقدم لانطلاقة شعاره يتواجد أيضا في هذا الانطلاق المميز والكبير. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، في مسار هذه التحديات المميزة والكبيرة في انطلاقات سن اللقاية مشاهدين الكرام في ميدان التحدي، وهذه الأجواء الرياضية الجميلة التي يشهدها ميدان التحدي في ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. العودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية، الصدارة هناك والبداية والمركز الأول. بونواس يقدم لنا انطلاقة وحضور شعاره السليماني علي بن أحمد بن علي بونواس الاكتبي، مقدما لنا حضور سليماني وانطلاقة شعاره المميز مع المركز الأول، بينما المركز الثاني التواجد والحضور من براك خادم بن عيسى بن سعيد بن ناصر المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة براق مع المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول والتقدم مشاهدين الكرام، هنا التواجد أيضا اللي وصل في هذا المسار الحر عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، يصل أيضا شعار بالعرطي يتواجد في هذه اللحظات من خلال تواجد الحر في هذا الانطلاق، من تدخل في هذه اللحظات وانتقل للمركز الأول في هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع أرى الوصول والقدوم في هذه اللحظات من جلمود متعب بن عبد الله بن فهيدان، يصل أيضا شعاره ويقدم لنا انطلاقة وحضور مشاهدين الكرام جلمود القادم على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي تدخل في هذه اللحظات وصل هنا شعار أيضا هنا القادم مشاهدين الكرام رعاد سالم بصالح بن سالم آل سعد آل نابت، يصل مقدما شعاره وتحدياته المميزة في هذا الانطلاق مع رعاد القادم في هذا المسار. شوف القدوم، شوف الوصول اللي وصل هنا مشاهدين الكرام، وصل في هذا المسار المميز والكبير.
أرى الوصول مشاهدين الكرام من الأسماء، بدأ الكل بالاقتراب مشاهدين متابعين الكرام نحو دائرة الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية. يا سلام، الصدارة مع الحر من غير انتقل انتقال مباشر نحو صدارة الشوط. عتيق بن سالم بن عبيد بالعرض الحميري يقدم لنا انطلاقة الحر، بينما الخرب القادم مع المركز الثاني مشاهدين الكرام سعيد بن منانة بن غدير الكتبي يصل أيضا شعاره ويقدم لنا الخرب القادم في مسار هذا الشوط. المركز الثاني يتواجد شعار بن فهيدان يقدم لنا انطلاقة جلمود القادم، متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. يا سلام، شوف القدوم أيضا، شوف الوصول اللي واصل، ووصل هنا راهي ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الأخيلي يصل في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقة جميلة رائعة. بينما من الجانب الآخر أرى القدوم الشعار اللي دخل من ميمنة الميدان بدأ ينطلق في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدين الكرام، شوف الأسماء، شوف القدوم، شوف اللي واصل في هذه اللحظات القادم. مشاهدين الكرام، المنطلق هنا في هذا القدوم والوصول بن منانة، بينما أتابع اللي واصل أيضا في هذا المسار شعال الخيالي، أيضا وصول. مشاهدين الكرام، القدوم أيضا في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، من اللي واصل في هذا المسار؟ وصل صارم مطر بن محمد بن دحروي العامري، وأيضا شعار بن فهيدان يتواجد في مسار هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن الوصول أيضا من الفوج سالم بن كاسب بن خليفة المسافري يقدم لنا انطلاقة شعاره قادم من عمق الميدان يتدخل في هذا المسار. شوف الأسماء، شوف القدوم، وصل نايد محمد بن محمد بن سعيد النابت غير مباشرة إلى صدارة الشوط. شوف القدوم، شوف الوصول، الله يا سلام، ياهو شوط. تابع هذا الحضور، وصل أيضا الكايد عبد الله بن محمد بن سهيل بو حسن العامري يصل في هذا المسار. شوف القدوم، شوف الوصول، شوف الأسماء اللي وصل أيضا في هذه اللحظات. وصل مشاهدين الكرام، القدوم من رعد راشد بن محسن بن ديلة يصل في هذا المسار. الله الله الله، عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. شوف هذه النهاية المميزة مع الأمتار الأخيرة مشاهدينا متابعين الكرام. راهي ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة العامري يطير بناموس هذا الشوط. أو هنا مشاهدين الكرام شعار الخيالي، نعم راهي ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي. سلام زاخر سلام، أسعد الله صباحك يا الخيالي على هذا الفوز والانتصار. ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي، أسعد الله صباحك يا الخيالي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي على اختطاف أيضا راهي ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول من القائد عبد الله بن محمد بن سهيل العامري، والمركز الرابع أو المركز الثالث كان الوصول مشاهد الكرام من الفوج سالم بن كاسب بن خليفة المسافري. المركز الرابع وصل مشاهدين الكرام، مع المركز الرابع كان الوصول والحضور المميز من رعد راشد بن محسن بن انديلة. والمركز الخامس وصل مشاهدين الكرام، مع المركز الخامس كان الوصول من مبهر محمد بن جابر بن حمد الحنزاب. تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار أيضا لخيالي بحضور الكبار. المركز كان الوصول أيضا من ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي. التوقيت الزمني 7:37، ثاني 60 جزء من الثاني. تهاني لناصر بن حمد بن سهيل الخيالي، وأسعد الله صباحكم يا هالي زاخر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول أيضا من الكايد عبد الله بن محمد بن سهيل العامري، توقيت الزمن 7:38، 59 جزء من الثانية. تهاني لعبد الله بن محمد بن سهيل العامري. المركز الثالث الفوق سالم بن كاسب بن خليفة المسافري، 7:38، 86 جزء من الثانية. تهاني لسالم بن كاسب بن خليفة المسافري، تهانينا والناموس للجميع. مرحبا في دار اخو رباط مين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى.